احنا بناخد وقت كبير قوي عشان نعمل كيمستري بين اللعيبه، عشان كده بنقعد قبلها بسنه بنشتغل على الموضوع ده منتل. اكيد في الاول لما بنبقى لسه مختارين الفريق والبنات مش واخده على بعض بنقعد كتير قوي بنعاني من مشاكل، سبيشالي في السن ده عشان احنا سن 14 و13 سنه مش سن سهل. بعدين بنشتغل عليه كتير قوي، واوقات بيجي لنا حد متخصص في ان هو يقعد يتكلم مع اللعيبه ويشوف مشاكلهم مع بعض وكده. بس السبيريت اللي بتطلع في الاخر من اللعيبه مع بعض والكومبيتيشن وان احنا نسافر ونتعامل مع بلاد مختلفه ونجرب الاكسبيرينس في الاخر بتبقى ويست كل ساعات التمارين اللي احنا بنشتغلها. ايوه فالحمد لله. وانا شايف كمان يعني البطوله كانت منافسه شايفها قويه، مش احنا كنا بلاد كتير قوي يعني. عشان هي دي البطوله المؤهله، فكان في يعني اول مره يبقى في كل العدد ده في بطوله افريقيا للجمباز. اكيد بيبقى ليهم تغذيه تدريب معين، كل سن كمان بيبقى ليه انواع معينه من التعامل مع انواع معينه من التغذيه. يعني احكي لنا مثلا اللي عايز دلوقتي بيتفرج وعايز يلعب جمباز ايقاعي يعمل ايه، ويبدا من سن كام، ويكون مجهز، واكيد في مواصفات معينه للبنات كأجسام مثلا ما تكونش واحده تخينه شويه او زايده شويه. يعني انا شايف ما شاء الله رفيعين، ليهم مواصفات اكيد يعني. هي اللعبه بتبدا من سن 4 سنين، ممكن اي حد 4 سنين ممكن اي حد يبدا من سن 2 3 اللي هو فتنس وبس. بنعرف الطفل اللعبه بتتعمل ازاي حاجات تجهيزيه اللي في الاول، الشكل البسيط اللي في الاول، بس بيبتدوا يجهزوا للفرق من سن 4 سنين. احنا لعبه مش سهله، لعبه فرديه وجماعيه مش سهله، بتاخد شغل كتير قوي، ميزان معين، اكل معين، عند سن معين بيبقى لينا ميزان معين عشان نقدر ننزل بطولات، نقدر نخش بمنتخب، نقدر نلعب باسم مصر. وبناخد عدد ساعات تمرين كتير لان احنا بنبقى محتاجين ليونه ومرونه بالظبط معينه، فبناخد وقت كتير قوي عشان نفضل محافظين على ده في السن كمان اللي بتتغير فيه البنت او كده، فبناخد كتير قوي عشان نشتغل. طب عايز اعرف بياكلوا ايه طيب وكده، عشان ايه الحاجات الممنوعه والحاجات اللي ممكن ياكلوها والكلام ده، محشي والحاجات دي طبعا. احكي لي يا ليلى بقى، قولي لي. يعني بيكون عندنا طبعا ايام ليه جول للوزن ان احنا نخس فيه. انت ممكن تكوني زايده شويه بس لازم قبل البطوله او يبقى في وزن معين. هو برضو على حسب كل واحدة طولها وجسمها عامل ازاي، في المعضلة اكتر من الباقي وكده، فكل واحدة بيكون ليها طريقة يعني مختلفة عشان تحاول تخس. بس يعني كل واحدة بتعمل نفسها جولز ان هي تعملها عشان تعرف سيستم اكل يعني. وسيستم يعني كل واحد يعني. انت ايه الاكل اكتر، الوجبات اللي انت ممكن الاكل بتاكليه؟ يعني مثلا بحب اكل مثلا سلطة، في اللي هي الجريل تشيكن كده، الفراخ المشويه، الحاجات دي يعني نقدر يعني نحاول نخليها هي اكتر بدل الحاجات التانية اللي هي ممكن تتخن او كده. اكيد. طب وجولي بقى نفس القصه برضو؟ يعني بتلاقيهم قاعدين في البيت بياكلوا بقى وفي اكل جامد وبتاع، ممكن ما تاكليش نوعيه الاكل، تاكلي انواع خاصه يعني. ساعات باخد انا الاكل مش زيهم. ليكي اكل معين برضو، نفس الحاجات المشوي والسلطات والحاجات دي. طب وبعدين هينفع كده؟ طيب قولي لي انت اخترتي، اشمعنى بقى اخترتي الجمباز الايقاعي؟ انا عرفت من جولي قالت لي انا عجب يعني، اتفرجت فعجبني اللعبه فاخترت الجمباز الايقاعي. انا وانا صغيره كان على طول بابايا بياخدني النادي، هو كان على طول بياخدني كده ونروح نتمشى نتفرج على كل اللعب. نادي ايه بقى؟ نادي الجزيره. نادي الجزيره. نروح نتمشى على كل اللعب، عديت على التنس، كوره، كل اللعب. وبس رحت اتفرج على الصاله، كان في بقى لعبه الترامبولين، جمباز الترامبولين، وكان في فني وكان في الايقاعي. برضو عجبني جدا وكنت صغيره ساعتها جدا على التشاور لبابايا على اللعبه دي. عايزه منتخب الناشئات بيقعد 2 سنين على حسب السن اللي موجود فيه منتخب الناشئات، بعدين بعد ال2 سنين بعد ما بتخلص ال2 سنين بتطلع للمنتخب الكبير بقى لحد ما تبطل يعني. طيب هنطلع فاصل. انا بشكرك يا ليلى وبشكرك يا جولي. شكرا. ومبروك البطوله. جبتوا ايه من رواندا بقى وانتوا راجعين؟ يعني جبنا بقى حاجات الشاي والاناناس والحاجات. انا اصلا رحت رواندا قبل كده فعارف القصه، في جنينه حيوانات كمان جامده قوي في رواندا. ما لحقناش تروحين 3 ايام البطوله بس.